نموذج. النموذج طبعا نموذج ناجح كمان. نعم استاذ القرار نموذج ناجح، نموذج كبير وناجح احد الحلول لحضرتك. كده لازم نشاور عليها دكتور عشان ما حدش يفكر ان دي آلية الايه حكوميه فماشيه كده. لا مش صحيح، هذه آلية استثمار لكنها تراعى ايضا البعد الاجتماعي ومساعده الانديه الشعبيه ورسم صوره حضاريه لمصر بهذه المدرجات وهذا الملعب اللي هذا الرجل نشأ وترعرع بخبراته، ومع انه يدير لكنه يحتاط بكل مستشار حتى لو حد هيعمل يعني مشروبات ساخنه. سؤال يعني السؤال النتاج اللي حاصل ده ايوه هل ينبئ عن انه مثلا الملعب نمرة 2، وانا عارف ان انت طول الوقت يعني ناسك وخبراتك وخبرات مستشاريك ودي اهم طبعا لان كلهم في مجاله، هل ينتج عنها مدرجات كده ب 10-15 ألف مثلا لإضافة استثمار جديد؟ وكان عارف ان في مشروع كمان ان يبقى في منطقة ترفيهية وحاجة كبيرة وحلوة كده، عايزين نقول للناس ان في استثمار حقيقي بأيدي مصرية يعني بأيدي مصرية بوزارة الشباب طبعاً يعني حاجة حكومية. الأونر تمام. الأونر يعني الأونر الدولة عشان يقول لك إيه أصل الروتين مش صحيح مش عارف مش صحيح إيه. مش صحيح إلا لما بيبقى في حاجة وبنقولها. طيب اتفضل يا أستاذ وليد. أستاذ عصام أنا بشكر حضرتك طبعاً، وأنت مش غريب على استاد القاهرة، أنت واحد من استاد القاهرة، أنت قريب من كل عامل وكل موظف في استاد القاهرة، وحضرتك ليك مكانه كبيره عندنا في استاد القاهره، وانت تعلم المجهود اللي الناس بيقوموا فيه. الساده الزملاء انا بشكرهم، السنه دي كانت سنه صعبه جدا علينا، عملنا مجهود كبير جدا وانا بشكرهم من خلال برنامجكم. وبقول لحضرتك والاستاذ عصام طبعا يعني اسبوع بالظبط وحضرتك هتسمع عن مشروع استثماري في استاد القاهره. يعني حضرتك ان شاء الله هتبقى مبسوط جدا جدا جدا، لان انا عارف فكر حضرتك وعارف حضرتك بتفكر في ايه، فان شاء الله موعدك في خلال اسبوع بخبر عن استاد القاهره، هيزيد استثمارات استاد القاهره يعني هينقلنا في حته ثانيه ان شاء الله يعني ان شاء الله. طيب برضو يا استاذ اتفضل. عنده فضول بس كده صديقي العزيز كابتن وليد ابو وهاب، عنده فضول بيشغلني بقاله فتره، نجلت الاستاد الهجين دي نسبة الصناعي كام قدام الطبيعي؟ الطبيعي عندنا بالظبط حوالي 70%. والله كام يا استاذ وليد؟ كام يا كابتن وليد بعد اذنك؟ معلش الطبيعي 70%. اوكي ممتاز. والصناعي 30% اللي هو يعني لا يذكر من ضمن مساحة ارض الملعب. ودي المعايير الدولية يا كابتن وليد. دي المعايير الدولية يا كابتن. طب هل ده بيساعد على انه الارض تفضل بهذا الجمال لفترات طويله؟ اصله معلش يا كابتن وليد بعد شهرين بالظبط، شهرين بالظبط هتلاقي او اقل يمكن من شهرين هتلاقي عدد كبير من استادات في مصر بعيدا عن استاد القاهره يعني واستادات كبيره، هتلاقي عدد كبير من الاستادات في مصر اصفرت وتيجي تبان في التلفزيون او في النقل التلفزيوني تبان ان هي شكلها مش حلو، نضطر نروح نقول للناس حطوا شويه بتاع اخضر حط شويه بتاع اخضر عشان فده بيؤثر على منتج كره القدم ومنتج الدوري العام المصري. هي دي الفكره يعني. احنا حضرتك احنا جربنا السيزون اللي فات الموضوع دوت طبعا. اوكي احنا لعبنا في شهر واحد 36 في شهر يعني بالظبط شهر ونص لاعبين 46 مباراة. صحيح. يعني بمعدل كل يوم مباراة في شهر واحد واثنين اللي هو بيبقى أسوأ فترة على ملاعب مصر. صح صح. وكانت الأمور جيدة والشكل العام جيد صح؟ الحمد لله كانت الأمور جيدة. عدينا واحد واثنين وثلاثة. اوكي. وجي دخل علينا سيزون الصيف، كان لازم حضرتك إن أنا في سيزون الصيف أريح الملعب 10 أيام عشان أبدي أرجع له الطاقة بتاعة أرضية الملعب، لكن طبعا نظرا للضغط الجدول وتوجهات طبعا الرابطة ولجنة المسابقات ان احنا مش عايزين نضيع يوم عشان احنا مضغوطين، فاحنا ضغطنا على نفسنا وكملنا الدوري لحد شهر 8 احنا ما توقفناش يوم واحد. أنا بشكرك جدا يا كابتن وليد على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. كابتن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة وكلام مهم جدا جدا جدا. أنا حبيت أبدأ بكابتن